باسم الآب والابن الروح القدس، الآن واحد أمين. المجد الآب والابن الروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دار الدين أمين. تحل علينا بركته ورحمته من الآن والأبد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. الكنيسة النهاردة بتحتفل بالذكرى بتاعة الملاك ميخائيل، عيده الكبير قوي. واللي كان حاضر معنا امبارح بالليل في العشية، واللي محضرش، اللي كان حاضر في البيوت واللي كان حاضر في الشغل، سمعوا ان العيد الملاك. والملاك عمل اعتقد كده لكل واحد منا فينا حاجة حلوة، ودايما ذكرته جاية بكل فرحة وكل تهليل، انها أرواح خادمة تخدم رب القوات على الملائكة. قال والإنجيل النهاردة بتاع اليوم، أنا هتأمل بس في كلمة صغيرة خالص في الإنجيل: من له أذنان للسمع فليسمع. من له، عجيب قوي أن رب يسوع المسيح في الإنجيل النهاردة جموع اتحولت بينه وبقت ناس زحمة عليه. رب المجد قعد في المركبة والناس بقى حوالين منه. قال لهم مثل بتاع الزارع: خرج الزارع يزرع، خرج يزرع، وفي الآخر قال لهم: من له أذنان للسمع فليسمع. عايز أتكلم على حاسة والسمع. كتير قوي مننا بيحبوا يتكلموا، لكن كتير قوي برضو ما عندهمش الحاسة بتاعة السمع. ربنا يعني ايه اخد منهم هذه الحاسة، وساعات بيكونوا في ألم. فأجمل حاجة ان هما بيشوفوا الشفايف ويشوف انت بتقول ايه، كأنها دي حاسة السمع بالنسبة لهم. لكن حاسة الكلام عندنا كتيرة، وحاسة السمع قليلة. عشان كده خرج الزرع يزرع، يقول لهم: من له أذنان؟ أنا عايز أزرع. ربنا بيدور يزرع في القلوب. النهاردة ربنا بيقول: أنا جيت عليك وعلى بيتك وعلى أولادك وعلى أسرتك وعلى جيرانك، جاي أزرع. زرعت زرعة حلوة، رميت البذرة ديت في التعمد، أعطيتك حياة جديدة، أعطيتك حياة جديدة في المسيح. دخلتكم عشان الزرعة تثبت شوية تبقى قوي، دخلتكم في مجد لم يقطر على قلب بشر، تتناولوا دمي وجسدي، غفران خطايا وحياة أبدية، عشان يثبتكم للسماء. في منا اللي الزرعة اللي ربنا زرعها له كانت الطيور أكلتها وهربت، ونوع تاني وقع على أرض فيها شوية صلاحية لكن ملهاش عمق، جحبة شمس وتجارب وهموم حرقتها، وفي الشوك، والزرع في الشوك في الأنا. إن الإنسان بيبني أي شيء لازم يبنيه صح الأساس. المثل اللي ربنا قاله: الإنسان اللي بيبني على الصخر، وإنسان بيبني على شاطئ البحر، ملوش أساس، يجي حبة الشوك والموج وياخده. وفي ناس بنت على أرض طيبة حلوة فنمت وجابت الثمر الحلو، وفي الآخر يقول لهم: من له أذنان للسمع فليسمع. طب أنت رب يسوع المسيح مش بإيدك تخلي كل الأرض دي حلوة؟ مش بإيدك يا رب
ليه اللي احنا فيه ده كله والألم اللي احنا فيه دي كلها؟ عشان اللي يرث ملكوت السماوات لازم يجاهده. يقول لك كده جاهدت الجهاد الحسن. مش نقعد بقى يقولوا احنا بقينا ايه مسيحيين وتعمدنا وبنتناول ونيجوا الكنيسة احنا كده بقينا خلاص. ده مش المقياس. المقياس لما تجيلك حبة شمس وفي وسط الشوك تبقى ماسك في المسيح. هو ده الاختبار الصح. لما تحس ان وجودك في المسيح كل يوم بيمشيك جبال وبحور ومحيطات وانت ماسك في ايده ولا تخاف ولا ترتعب. دي الناس اللي عايشة في المسيح. لكن للأسف في ناس واخدة الحياة كده ايه، واخدين الحياة كده بكل ايه بساطة. يقول لك حياتنا كده، العالم كله كده، احنا نبقى كده خلاص. فحاسة السمع ديت فيها حاجة مهمة قوي. في انسان يسمع للمشاكل ويخلي المشاكل تكبر شوية. واحنا نذكر ربنا يعني عندنا، مش عايز احكي لكم، انتوا عارفين احسن مني حبايبي. وفي ناس تسمع عشان تحل المشكلة، بس اسمه ايه؟ تفضل. عايز يعرف عنده حب ايه، انا بسمي ايه الاستطلاع. عشان لما ينقل القصة ينقلها شوية كبيرة شوية وحلوة شوية. وفي واحد بيسمع علشان يقول لك انا عايز احل المشكلة، بس انت مش بتحلها حبيبي، انت بس عايز تعرف. وفي واحد يسمع المشكلة يقول تعالوا نصلوا، أرض جيدة، أرض جيدة. فربنا النهاردة بيقول لنا من أنه نوع أنتم؟ هل اللي عايزين تسمعوا كلام المشاكل؟ ما دي الأرض دي برضو، خلي بالكم أرض السمعة هي هي جاية لكم. عايزين تسمعوا المشاكل الناس علشان تفرحوا، تكبروها، عندكم قصة تقولوها، عندكم قصة تتكلموا عليها؟ ولا عايزين تسمعوا القصة بحجة ان انا عايز اساعد، بس انا عايز اعرف اسرار ايه الناس، ومن جوايا في الإدانة شغالة، ومن جوايا ازاي استعملها لمصلحتي الايه شخصية؟ ولا انتوا الارض الحلوة اللي تسمع وتقول ربنا ارحمنا، ربنا ارحمنا، تعالوا نصلوا، تعالوا نصوموا. الايام دي الارض واحدة في العالم كله، معظمها ارض كلها ميديا وكلها تليفونات وكلها مشاكل وكلها الانا وكلها الذات وكلها السياسات وكلها شهوة المال معظمها. بقت نسبة قليلة قوي الناس اللي بتقول تعالوا نصلوا، بدأوا يقلوا. لما تروح لأبونا وانت عندك مشكلة، أبونا يقول لك تعالى يا ابني نصلي، يا ابني سيبها نصلي. يقول لك كالعادة رحت لأبونا عندي مشكلة مش عايز يعملها لي ولا حلها لي، بيني أنا ومراتي أو بيقول لي صلي. أخذنا كلمة الصلاة نيجاتيف، أخذناها إن هي ملهاش لازمة، يبقى أبونا مش عايز يحل. يجي واحد داخل على مشروع يقول لأبونا صلينا، يقول لي يا ابن ربنا بس أبونا أختار ده ولا ده ولا ده. طب ما أنت اخترت يا حبيبي، خلاص اختار لك تاني، مش هنختار لك خلاص. لكن سبتوها وللسماء تختار، سبتوا السماء تعمل بالراحة، أعطينا وقت لسمع لصوت ربنا. ربنا عايز يتكلم معانا، ربنا
عمال كل يوم يخبط، انا واقف على الباب اقرع من فتح الي. قلنا بقى كفايه عليكم كده بقى، كفايه سمع قصص الناس واخبار الناس، كفايه الكلام عن الناس وظلم الناس، كفايه على القصص اللي بنقولوها، الافلام اللي بنقولوها وبنخرجوها وبنطلعوها وبنجذبوها في الاخر، بنجذبوها في الاخر. كفايه علينا حبايبي، كفايه علينا بقى. تعالى ادخل المخدع. ربنا النهارده بيقول لك انا مستعد اشيل الشوك دوت اللي جواك، مستعد اخلي الشمس اللي هتحرق الزرعه هجيب لك عليها امبريلا امسكها علشان سيرفايفنج. ربنا عايز ديت. ربنا عايز يقول لك تعالى اشيل منك الانا وحب الشهوات وحب المال وحب التمركز وحب السياسات بتاعت الكنيسة أو غيرها. تعال حبيبي أنا عايز أقعد أتكلم معاك. لما هتسمع لصوتي هتلاقي فيه رحمة، هتلاقي فيه حنية. الأرض بتاعت الميديا والأرض بتاعت العالم والشهوات والكلام ده كلها أساسها ملهاش أساس عندي. أنا هشيلها لك وعايز أعمل ثمرة جديدة تقدر تطلع من كل الشوك اللي احنا فيه دوت العالم، تطلع 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 تبقى شجرة وتخلي الطيور تستخبى فيها، العالم كله استخبى فيك. ربنا بيقول لنا ارجعوا لي ارجع عليكم. احنا كلنا تهنا بصراحة، كلنا تهنا، وانا اقولكم كلنا تهنا، ودلوقتي بنطلب مراحم ربنا تاني. قال لك كورونا انتهت، وفي بلاد من النهاردة ولا بكرة هتقفل، في بلاد هتقفل تاني، محدش عارف بكرة في ايه. بنودع ناس بنحبوهم ونقعد مع ناس محتاجين في المستشفيات وفي ألام، والمسيح بيقول ارجعوا إلي. أنا النهاردة هبدأ أزرع زرع حلوة. هل انت يا ابني، هل انت يا بنتي مستعدين للزرعة ديت؟ احكي لكم قصة حلوة قوي. كان في راجل غني جدا، كل شهوته انه يشتغل، في شهوة اسمها شهوة الشغل، ان يجمع فلوس عشان ولاده. الراجل في النظرة بتاعتنا حلوة قوي، ان بيشتغل من الصبح لحد بالليل عشان يجمع عشان ولاده، وجمع كتير. كان عنده بنت وولد، البنت والولد يجي يوم يشوف ابوهم، ابوهم مش موجود، فالتجؤوا الى الاب التاني بتاعهم اللي هو ايه، الجيمز والفيسبوك والميديا وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي بقى بتاعت الميديا. لجؤوا ليه؟ ان مفيش اب في البيت. والبنت لجأت الى الميديا، ودلوقتي نذكر ربنا يسوع المسيح الميديا بقت كبيره قوي قوي قوي، وبدأوا اولادنا يفتحوا الميديا ويعملوا افلام على نفسهم هم بياكلوا وهم مش عارف بيعملوا ايه، واصبحت الحاله صعبه حبايبي. بقى مركز عرض، الستاره اتقفلت، فتحوا لنا ستارة، ستارة صعبة، ستارة ما تنفعش دخولها إلى السماء. فالأم تايهة، معايا فلوس أعمل بيها إيه؟ أروح ألبس الموضة واللي أنتوا عارفينه بقى، وتعمل الحاجات اللي كده خرايط مصر واسكندرية وكله على وشها، وعمليات هنا وفوق وتحت، معانا فلوس. وراحت الأسرة. يجي الأب يقع وقع بالمرض، راح المستشفى. الأم مشغولة عشان رايحة تعمل التبوكس والبوكس اللي بيعملوه في الوش. البنت مشغولة مع صحباتها رايحة هنا وهنا وهنا. الولا مشغول بيروح هنا وهنا وهنا وهنا، وطبعا دخل في حكاية الايه، دراجز بيزنس. الأسرة كلها مشت بالمنطق،
ربنا زرع زرع حلوة، لكن هم خلوا الزرعة ديت، سابوا الكلمة بتاعت ربنا ودخلوا في شهوة المال وجمع المال، وخسروا كل شيء. بل للأسف قعد في المستشفى في كورونا الأيام اللي فاتت ديت، وسافر السماء وحيد لحد يقدر يروح يشوفه ولا يسلم عليه ولا يقول له مع السلامة. ساب ايه؟ الثروة بتاعته. ساب ايه؟ ساب لهم ايه؟ هيقف قدام السماء ازاي ويقول انا خدت يا رب وزن منك، ارجح لك ازاي؟ يقول له يا رب نذكرك ونمجدك، نمجدك في ملائكتك ورؤساء ملائكتك، نمجدك في القديسين، نمجدك في كنيستك، نمجدك في كل شيء وفي كل مكان. ان انت الهنا طيب القلب، ازرع يابا، ازرع زرع تاني، سامحنا، اغفر لنا، سامحنا، اغفر لنا، ارحمنا، ارحم بيوتنا، ان في كنيسة كل مجد كرام من الآن والأبد.